شعب مصر العظيم، اسمحوا لي في نهاية هذه الكلمة أن أتحدث إليكم في بعض الموضوعات باختصار شديد. الموضوع الأولاني خاص بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على فئات الشعب محدودة الدخل. والحقيقة أنا كنت طلبت من الحكومة ومن القوات المسلحة أنها تبذل جهود للحفاظ على هذه الأسعار وعدم ارتفاعها، حتى لو أدى ده أو حتى لو كان في هناك تذبذب في سعر الدولار وارتفاع لسعره. أنا بكلف الحكومة واعتبارا من الشهر القادم أنها تقوم بحساب فرق الأسعار اللي احنا بنتكلم عليه والتضخم اللي نشأ عن هذا التذبذب اللي هو تذبذب سعر الدولار، وحسابه ومن خلال منظومة التموين يتم إضافة نقط تعادل حجم هذا التضخم أو تزيد اعتبارا من الشهر القادم. من خلال منظومة التموين يتم ضخ نقاط تعوض هذه التكلفة لصالح الطبقات محدودة الدخل. ده الموضوع الأولاني كنت عايز أتحدث معكم فيه، وبطمن الشعب المصري وبطمن كل الناس البسطاء، بقول لهم لا احنا منتبهين قوي لكم وعارفين ان انتوا بتعانوا ومش هنسيبكم تعانوا كده. انا كمان بكلف القوات المسلحة انها تقوم خلال هذا الشهر بتوزيع 2 مليون مجموعة سلع اساسية للمناطق والمحافظات محدودة للفئات اللي هي محدودة الدخل.